صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، وسيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجاري، ذلك وفقا للشروط المحددة. وفيما يلي مشاهدينا الكرام، نتابع في الاستعراض التالي أبرز شروط قبول دفعة جديدة من المجندين بقوات المسلحة مرحلة أكتوبر العام 2022.